خلينا فيما يتعلق بمصادر الميه، ايه الميه اللي ممكن مصادرها اللي هي يعني هتزرع المليون فدان الاولى منين؟ احنا النهارده عرض على فخامه السيد الرئيس مصادر المياه زي ما قلت لحضرتك كده، بتعتمد على المياه الجوفيه اللي هي حفر الابار اللي احنا بنستفيد من الخزان الجوفي اللي موجود، مخزون الجوفي في باطن الارض. الحاجة الثانية ان احنا تجميع مصادر الصرف الزراعي اللي بعد كده تهدر وترمى في البحر وخلافه. أيوة. اصبحنا بنستخدمها ونجمعها ويتعمل محطة معالجة مياه الصرف الزراعي، معالجة ثلاثية بتحولها مية يعني مناسبة تماما للزراعة، ويعني درجات الملوحة بتاعتها مناسبة، وبالتالي بتمكنك ان انت بتعيد استخدام المية بتاعتك، وبالتالي بتعيد تدويرها. فده ولكن مع هذا لازم ناخد في الاعتبار ان الاعتماد على مثل هذه المصادر بتكلف الدوله مليارات. هذا المشروع يعني لو جينا نتكلم عن محطه ميه بتكلف كام محطه الميه؟ حوالي 60 مليار. 60 مليار عشان تخرج حوالي 6.5 مليون متر مكعب يومي اللي هي تستخدم هنا في الزراعه. في الزراعه، وعندك كمان بقى متوسط تكلفه الاستصلاح الفدان حوالي 200 الف فدان، 250، يعني لك انت بتتخيل ب 250 مليار و60 يعني بتتكلف 300 مليار عشان تعمل مشروع، ولسه بقى فين تكلفه المجتمعات العمرانيه، فين تكلفه المصاري. يعني مشروع الدوله بتتحمله وفقا لتوجيهات فخامه السيد الرئيس ان هذا المشروع يمثل نقله حضاريه للنشاط الزراعي في الدوله المصريه. طيب يعني تاثير يعني هذا المشروع على السوق الداخلي الاول، ان احنا الاول نكفي احتياجاتنا وبعدين نصدر للخارج، تاثيره دائماً ايه؟ دائما توجيهات فخامه السيد الرئيس ان احنا اولا السوق المحلي. وبرضه بالمناسبه لابد ان يكون هناك توازن. نعم. لان برضه ناخد في الاعتبار التكلفه. يعني برضه ان احنا عايزين نعمل توازن في السوق بما لا يضر برضه بالمزارع الصغير اللي هو بيزرع برضه عشان يبقى في توازن الاسعار. ويمكن حضرتك لاحظت في خلال ازمه كورونا ان برضه الاسعار كانت متوازنة. نعم. وما كانش هناك نقص او يعني عدم وجود اي سلعة. فهذا المشروع سوف يدعم هذا التوجه، وفي نفس الوقت السلع الاستراتيجية نقلل درجة الاستيراد فيها، وبالتالي يعني نعطي نفسنا قدر من القوة في الامن الغذائي. الحاجة الثالثة ان انت برضو الفائض بتاعك تتحافظ على درجة تنافسية. طيب احنا رايحين فين في السكر، القمح، الذرة، دول الحاجات الاساسيه. السكر ان شاء الله. السكر يمكن حضرتك احنا بنزرع حوالي اكثر من 650 الف فدان بنجر، وحوالي 320 الف فدان قصب السكر. وبالتالي احنا بس قصب سياده الوزير بياخد ميه كتير. احنا قصب بياخد ميه كتير مش كده؟ ماشي يا احمد بيه، انا بسال حضرتك، حضرتك قول لي او لا. ما انا هقول لحضرتك. ما احنا لابد ان احنا يعني دائما اداره الامور بشكل اقتصادي بيساعدنا كلنا. اتفضل. احنا دلوقتي بنلجا الى تطوير زراعه السكر مع صناعه قصب السكر، زراعه قصب السكر في مع زملائنا في المحافظات الجنوب الصعيد. ان احنا بنحاول ان شاء الله هندخل مساله الزراعه بالشكل، وان احنا نستخدم ادوات الري الحديث. كويس.